ازاي تحسبي السعرات اللي جسمك محتاجها عشان تخسري دهون او تثبتي وزنك او تزيدي في الوزن بطريقه سهله وبسيطه ممكن تطبقيها في دقيقه واحده. خليكي متابعه. لو نفسك تبقي رشيقه وتتعلمي ازاي تبقي جميله من جوه ومن بره وتطوري نفسك بنفسك بطرق سهله وبسيطه ومش مكلفه، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ما يفوتكيش اي فيديو في المستقبل. قبل ما اقولك على الطريقه السهله البسيطه اللي هتحسبي بيها السعرات اللي جسمك محتاجها عشان تخسري دهون او تثبتي وزن او تكسبي وزن، لازم اشرحلك اهم 6 عوامل هما اللي بيحددوا السعرات اللي جسمك محتاجها بشكل يومي. اول عامل هو حاجه اسمها البي ام ار او البيزل ميتابوليك ريت، يعني المعدل الحرق الاساسي اللي موجود في جسمك، معناه السعرات اللي جسمك بيحرقها كل يوم عشان يقوم بوظائفه الاساسيه زي الهضم، التنفس، تجديد الخلايا، الدوره الدمويه. يعني دي السعرات اللي جسمك بيحرقها سواء انت نايمه قاعده ما بتعمليش حاجه، كده كده جسمك هيحرق السعرات دي. تاني حاجه هي درجه نشاطك، هل انت اكتف ولا مش اكتف، هل انت بتتحركي كتير جدا ولا شغلك مثلا او ستايل حياتك بيخليكي تقعدي كتير جدا، هل انت بتعملي رياضه ولا بتعمليش رياضه، ولو انت بتعملي رياضه هل هي رياضه عنيفه او فيها مجهود جبار ولا هي رياضه خفيفه جدا. وزنك، وزنك بيحدد السعرات اللي جسمك محتاج لها كل يوم، لو انت طويله وعريضه غير خالص لما يكون جسمك قليل وصغير ووزنك اقل من حد تاني. الكتلة العضلية، زي ما انت شايفة كده الدهون بتاخد مساحة كبيرة جدا في الجسم ولكن خاملة ما بتعملش اي حاجة، في حين ان الكتلة العضلية كوندنس او ماسكة نفسها كويس جدا بس بتحرق سعرات طول الوقت. الكتلة العضلية اكبر يعني حرق سعرات اكتر. السن، طبعا كل ما بنكبر في السن كل ما الحرق بتاعنا بيقل، وده بيفسر ليه زمان كنا ممكن نكون بناكل نفس كميه الاكل نفس نوعيه الاكل وما كناش بنكسب وزن، لكن دلوقتي بنكسب وزن مجرد ان احنا ناكل لقمه زياده او حتى ناكل نفس الاكل. ولكن من حسن الحظ تقدري تتغلبي على الموضوع ده بانك انت تلعبي رياضه وخصوصا تمارين المقاومه او الاثقال. النوع، راجل ولا ست؟ الراجل بطبيعه الحال بيحتاج سعرات اكتر من الست لانه عنده كتله عضليه اكبر من اللي عند الست. دلوقتي هنيجي للطريقة السهلة البسيطة اللي انت هتحسبي بيها السعرات بتاعتك. طبعا في طرق كتيرة جدا ان انت تقدري تحسبي بيها السعرات اللي جسمك محتاج لها عشان تخسري دهون او تثبتي وزنك او تزودي وزنك على جوجل، تقدري تبحثي وتقدري تستخدميها برضو زي ما انت عاوزة، بس الطريقة اللي انا هقولك عليها دلوقتي دي هي الطريقة المتبعة من ناس كتيرة جدا في مجال الفتنس، ناس محترفين، والارقام اللي هقولها دي تحديدا تناسب البنات والستات ما تناسبش الرجال عشان ابقى قلت وابقى محددة جدا. هشرح لك دلوقتي السعرات اللي انت هتحتاجيها في 3 حالات على مثال ان انت افتراضا وزنك 65 كيلو. الحاله رقم 1 ان انت عايزه تخسري دهون، هتجيبي وزنك وهتضربيه في 22 هيطلع لك 1430 سعره، يعني انت المفروض تاكلي 1430 سعره في اليوم علشان تخسي دهون. لو كلتي اكتر من 1430 سعره في احتمال كبير جدا ان انت وزنك يزيد مش يقل. طبعا تقدري تعرفي ده بان انت تتابعي وزنك كل اسبوع بمجرد ان انت تبداي النظام. الحاله رقم 2 انت عايزه تثبتي وزنك وانت وزنك النهارده 65 كيلو، هتاخدي 65 كيلو دي وهتضربيها في 27 هيطلع لك 1755 سعره، يعني انت المفروض تاكلي 1755 سعره في اليوم علشان تثبتي وزنك الحالي. لو كلتي اكتر من 1755 سعره وزنك هيزيد. الحالة رقم 3 انت عاوزة تزيدي وزن، هتجيبي 65 كيلو وتضربيها في 34 سعرة يطلع لك 2210 سعر في اليوم، يعني انت المفروض تستهلكي 2210 سعر في اليوم علشان وزنك يزيد. طبعا 65 ده كان مجرد مثال، تقدري تستبدلي الرقم ده بوزنك الحالي الحقيقي وتضربيه في نفس الارقام اللي ذكرتها، 22 لو انت عايزه تخسري دهون، 27 لو انت عايزه تثبتي وزنك، 34 لو انت عايزه تزودي وزنك. طبعا الارقام دي ممكن تختلف من شخص لاخر علشان يعني اختلافات كتير جينيه، الهضم بتاعك مختلف، الحرق بتاعك مختلف، فانت تعملي ايه بقى؟ احسن نصيحه تعمليها ابدئي على حسب الارقام اللي انا قلتها لك دي وابتدي راقبي وزنك وابتدي راقبي مقاساتك ايه اللي بيحصل بالظبط. لو لقيتي ان انت مثلا عايز تخسري دهون وخدتي 1430 سعره ولقيتي وزنك ما بينزلش نزلي 100 سعره كمان، لو لقيتي ان وزنك ابتدى ينزل ما تنزليش عن كده، هكذا بالنسبه للامثله الثانيه. لو لقيتي ان وزنك بيثبت على اللي انا قلته اوكي، لقيتي بيزيد قللي. انت مثلا عايزه تكسبي وزن وتزيدي ولقيتي ان انت وزنك ما بينزلش ده بينقص، زودي 100 وبعدين لو ما زادش زودي 100 كمان وهكذا، لان الموضوع بيختلف من شخص للتاني. دلوقتي انا هقول لك ملحوظات مهمه جدا جدا لازم تحطيها في دماغك قبل ما تبداي على هذا النظام. اول حاجه احنا ما خدناش في الاعتبار تقسيم العناصر الغذائيه، احنا بس حسبنا سعرات. العناصر الغذائيه دي هي البروتين، الكربوهيدرات، الدهون.
هنقسم الاكل بتاعنا بين العناصر الثلاثه دول ازاي. قسم الكربوهيدرات والبروتين يبقوا قد بعض بالظبط، يعني 40% من السعرات بتاعتك هتبقى كربوهيدرات و40% من السعرات بتاعتك هتبقى بروتين و20% بس هيبقى دهون صحيه. طبعا انت بتيجي تقولي لي ازاي افرح اعرف العناصر الغذائيه اللي موجوده في اكلي، ازاي احسبها؟ الموضوع سهل جدا وبسيط، في اب اسمها ماي فيتنس بال وفري مجانيه تقدري تنزليها وتسجلي عليها الاكل بتاعك ستيب باي ستيب وهتعرفي منها انت عندك ايه بالظبط جوه الاكل ده. ليه الموضوع ده مهم؟ ان انا زي ما قلت لو عنصر غذائي واحد زي الكربوهيدرات طغى على العناصر الاخرى ممكن الموضوع ما يجيبش معاكي نتائج زي ما انت متوقعه وممكن وزنك فعلا ما ينزلش لان داخله كتير وقود. الكربوهيدرات بتدي كتير كتير وقود للجسم وبيعتبرها اللي هي المصدر المفضل بالنسبه له للطاقه فمش هيجي ناحيه الدهون. اما لو خليتيها متوازنه مع البروتين وقللتي في الدهون الصحيه وخليتيها 20% جسمك هيبتدي ان شاء الله يحرق من الدهون. وتحذير هام، اوعي اوعي تنزلي السعرات بتاعتك كتير عن اللي انا قلته عشان فاكره ان انت لو نزلت سعراتك هتخسي بسرعه وتنزلي دهون اسرع، لان الموضوع ده هيدخل جسمك في حاله تجويع. يا ترى هيحصل ايه لجسمك لو انت دخلتيه في حاله تجويع؟ ده ان شاء الله هيكون موضوع الفيديو الجاي. عشان كده اعملي اشتراك وفعلي الجرس وما تنسيش تعملي لي فولو على انستجرام عشان تعرفي من هناك اخبار الفيديوهات اول باول. بس كده وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي.